أحد الدروس في غزوة بدر، وهذه ستكون يعني هذه الفقرة منطلقة إليها، هي غزوة بدر والمشاعر التي كان يحملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة. أذكر في عبارة الشيخ الإسلام ذكر في مجموع الفتاوى في المجلد 25، يقول: إعانة الفقراء بالفطر في رمضان هو من سنن الإسلام. الله، شوف تعمل إعانة الفقراء بالفطر في رمضان، بالإفطار في رمضان هو من سنن الإسلام. هو عمل مقصود للشارع، ولا تعتقد أنه فزع ولا كرم منك ولا جود فقط، وأنه هذا يعني كما يسمى عمل اجتماعي فحسب، لا لا، ومن سنن من طرائق الإسلام، دين، قربة، عبادة. الله. ولذلك جاء في الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره. طيب. بل جاء عند ابن خزيمة وقال ابن خزيمة أن صح الخبر أنه من فطر صائما حتى أشبعه سقاه من حوضه، أي سقاه الله جل وعلا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يضمع حتى يدخل الجنة، إن صح الحديث. لكن سبحان الله، الحقيقة أنه أحد المعاني الكبار التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرسالة المحمدية هو شعور المسلم بأوجاع إخوانه. أنت فعلا ما تبي يتيم، وعندك ما يعفك ويغنيك بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لكن أنت لا تشعر كيف يعاني غيرك من وراء تلك الجدر بأوجاع هذه الحياة، ويحملون متاعبها وهمومها، وأنت لا تدري كيف سينالك من توفيق الله وحفظه والأجر من لدن سبحانه وتعالى بإدخال تلك الفرحة على قلوبهم وإيصال الفرحة ورفع الضر عنهم بعد توفيق الله جل وعلا لك. لذلك سبحان الله العظيم، أنا أقول دائما: واحد انتقل من كونه كافر، شفتم الكافر، إلى كونه أسد الله ورسوله، يا أسد الله ورسوله، شفتم، شوف النقل النوعية. يعني واحد كان يقبع في حياض الكفر، ثم صعد 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 حتى أصبح يضاف لقبا إلى الله، أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك قام به لأجل حمية كان حينها كافر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودفاع عن مقام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو إيصال معروف لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل خير لجاه النبي عليه الصلاة والسلام بوأه تلك المنزلة والمحل. أنت قد أحيانا يدفع الله عنك شر، ويذهب الله عنك مرض، ويشفي الله جل وعلا عنك تلك الأوجاع، ويصلح الله جل وعلا لك أولادك وذريتك، ويجعل الله جل وعلا حياتك في استقرار، ومالك في بركة، وبيتك في سكينة، لأجل تلك الأعمال التي قد تراها قليلة في عينك لكنها كبيرة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يرى رجل يتقلب في الجنة، يعني شوف تخيل، ترى الجنة بس لغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. يا جماعة، هذا العمل يورث الجنة، بساطة العمل وسهولته وعظم الأجر وعظم، يعني شوف تعمل بغي. يعني ابن تيمية الله يرحمه يقول: لو قدر أن رجل شرب الخمر مرة وزنى مرة كان فعله للزنا أعظم عند الله من شربه للخمر. قال أحمد الإمام: أعظم ذنب بعد الإشراك بالله هو الزنا. شفت أمل فظاعة الفعل. ثم هذه المرأة كانت تتكسب بالمال الحرام، ممتهنة، وتصد الناس عن دين الله وتفتنهم وتوقعهم في الفرج الحرام. ثم يمر كلب من ورائها يلهث كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فسقت تلك الكلب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا أو فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فغفر الله لها وأدخلها الجنة. إخواني، سقي الكلب ما تأخذ منك ثواني معدودة. أنت حينما تتعامل مع الله لا تنظر إلى ما قدمت، ولكن انظر إلى الكريم جل وعلا ماذا سيخلف عليك. بشرى لطيبة من نبيتها حيا وتآفا، ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا.